ما شاء برا ما أنا معقول جدا ولا جدا جدا. نعم. كده 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 فهم صابر فهم لهذا أنت وضعية فهم قاعرة هي بس تدخلوا قبل ذي اليوم ذي مرة قامين تدخلوا تسوي صوت هذول عارف كيف يجيو إكسال عارف عم يجيو جايزي في هذه الحالة أنا غادي يقول لي واخدين الحلاوة واخدين الإصلاح فبزيني شو يجب يزدد لي ربما قال يعود تلقى مع دون مهارة غادي يقول لي هذا الناس شكايل هذا ها السيء تيزاد هاتف مره ينزل وقاش من خطان تطلق لا ما يقولش تطلق هطلق تنزل تطلقاش هذا ربي تحمل السورية طول مولي السيء تدخل دابا لهاد الناس تخنق بحال هكا ملي غتحول ايه عاد تيسالس كيبان لك هذا الشيء واه خير اصاحبي كلشي صالح الدنيا عمرها الدنيا هاد الشيء شويه قدروا يديروا لك الكومبيوتر بحال جاي اللي تاس اه راه جاي اه بحال بحال رجعت في السونتر اه غادي تقدر تفوت ديك السمك اللي يجيب لي تاس والله تقول الوالد الصالح يقول لك رشيد موجود عاود تلعب شي كل طالب باش يتسارى وتحاول تجيب بحال هكا تطلع مثل المراه قريبا تجي تطلع المراه شو تطلع الناحيه قريبا شو بحال الشويه هاد الشيء تما بحال بحال مرتب اللي قريبا ها تما قالك جي ها تما قالك الدنيا باقا ما تبناتش جيت الجامع في الجامع من اللور اه قلت زوجي تكون عامرة الدنيا بالليل وانت حدا ناس لا حتى في وصل الخاتم والله لكن كان نفس الثمن ولقى نفس هذا الثمن واحد ولا قلت فوق قال لي شويه رخيص قال لي واحد الشهر شي واحد بغى يمشي عندو كيعرفوه فين 17 هو مش حتى 17 فوق ما 19 شنو عندو واحد قال لي رويد لا شكون هو مال خويا خويا ولي باغي يكلو رويد غادي يمشي معايا هاكا يمشي وكان ها هو كان صيفطنا عاد للدار
عرفش حوالي كيف وش حاجة هذا الله ودورة غالية رات لدينا يا بس تبال اللي ساس حسب زي المرة طوالة لغا ترمى قاعد ما كنا بغلش هذا ما انت عرفت ايش كين واحدة انت ما عرفت ايش انا فين شتاء القادية يعني ديلا ديك ديلا بالعروسة انت جي عبدالله لك نفتاسي ايه ما بجوشكم واحد جوش الناس 500 درهم